عليكم، معكم شيماء المغيري والملقبة بملكة الرمل، أول فنانة رسم برمل في الخليج والوطن العربي. بدايتي بهذا الفن كان في سن 12، بفضل الله توفيقه استطعت تقديم عروض عديدة على كل من المستوى المحلي والوطن العربي والعالمي. من خلال هذه اللوحة نرحب بكم مجددا إلى أبو ظبي.
السلام عليكم، أنا إيمان الهاشمي، أول ملحنة أوركسترا إماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه من دواعي سروري أن نؤلف الموسيقى وأن نقوم بعمل عرض حي مع عرض مفصل لقصة نجاح عملك أو لحدث ما عن طريق الرسم بالرمال، وذلك لإنشاء تجربة استثنائية ولا تنسى للوفد بل للعالم أجمع. آمل وأتمنى أن تكون قد استمتعت اليوم بندوتنا أو عرضنا عبر الإنترنت، ونتطلع أن نخدمك في المستقبل القريب عندما تخطط لمشروعك القادم في أبوظبي.